بيطلعوا للناس ودير بالكم تنشغل العالم الغربي احيانا بنشغل بامور. مثلا نهاية كانوا يقولون انه راح ينتهي 2012 ينتهي العالم على ضوء ايش؟ قال على ضوء انه المايا تصوروا كالقبائل المايا وكان عندها حسابات وكذا الاخري، ومن خلال قال اطلعوا هيك في تقويم المايا وجدوا انه 2012 العالم بده ينهار. وكثير من الغربيين على فكرة يصدقوا انه 2012 بنهار العالم والاخري، هيك المايا في تقويمهم في اشي بقول. تطلع انت في تقويم المايا وايش يعني تقويم المايا، تجدهم ملبسين الامور تلبيس. في ناس يبدو معنيين على فكرة في جعل الناس دائما في حالة من التوتر وحالة من التحسب ومسائل من هذا، بتلاعبوا في الجماهير، منها اغراض احيانا اقتصادية بيع واشتري، منها اغراض سياسية، منها اغراض اقتصادية. اللي بيلعبوا في الناس هدول وكل يوم الثاني بيطلعوا لهم بشيء. هل كانت روحت 2012 ولا انهارت ولا مايا ولا غير مايا؟ عندنا الشعوب الاسلامية يا سبحان الله ما بتهتمش، لانه عندها افق عن طريق الوحي، عن طريق الوحي عندنا فاهمين، احنا فاهمين اصلا في علامات صغرى وفي علامات كبرى، والشغلة مش بهذه الطريقة، مش ضربة بريك ما بنشوف الا كل شيء قالب، مش هيك بتيجي الدنيا. لا، الله سبحانه وتعالى الدين الوحي فصل لك في المسألة. لذلك اذا بتلاحظوا احنا بجوز ما شعرتوش انتو كثير في قضية انه 2012 بده ينتهي العالم، اما ما شفتوش الامم المضطربة والشعوب اللي قال متطورة جدا يا سبحان الله وخايفة وبدها. وقبلها كمان كانوا مطلعين نهاية القرن العشرين وبده يزول العالم والغرب على فكرة، وفي ناس كانوا اجوا بدهم يجوا هون على القدس ينتحروا من الغرب، واسرائيل وقتها في الطيران منعت دخولهم، جايين ينتحروا لاستقبال المسيح، لانه بداية الالفية الجديدة اللي بده ينزل فيها ومرقت. ومن قبلها كنا قايلين عن واحد مرة ايطالي قسيس قال لهم هذا في القرن العشرين، قال لهم للايطاليين قال لهم العالم بده ينتهي بالتاريخ الفلاني. لما اجى التاريخ الفلاني الناس ايش؟ مضطربة، وطلعت في ناس طلعوا على الجبال والى اخره واحتاطوا وقاموا وحطوا بصراتش. ايش يا قسيس؟ قال لهم لا انا مخربط في الحساب شوية. لا هو بعد كنه شهر ولا شهرين ثلاثة اجلهم، ردوا اضطربوا كمان. بعد ما اجل موعد وما صارش دور على القسيس ابصر وين مهاجر، مش هيك؟ ما بينش.